السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم سوري سور لو جاتو أو مطبخ نيلة. يسعدني اليوم رجعت لكم بوصفة جد لذيذة، وصفة جد سهلة وبمكونات بسيطة، اللي هي معقودة التون. معقودة جد 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 لذيذة وسهلة، مكونات متواجدة في كل بيت. نتمنى وصفة اليوم تنال رضاكم وإعجابكم. نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتنضموا لعائلة مطبخ نيلة او سوري سور لو جاتو. ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك كبيرة للفيديو. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. شوفوا هنا حبايبي، البطاطا حطيتها تتسمط في شوية ماء وملح، خليها تطيب على راحتها. ما طابت البطاطا مليح، باش نغفصها هكا، نغفصها ولا نمعسها كيما تحبوا، المهم تفهموني مليح حتى لين تولي. كيما تشوفوا كيما هكا، دونك تحصلت كيما هكا على البطاطا كيما لا بيوري، مي هي متماسكه ما هي جاريه كيما شفتوا. كيما شفتوا وصفه جد سهله وبسيطه لعمل وصفتي لليوم. نحتاج هنا عندي 450 غرام من البطاطا اللي طيبتها ومعستها بهذه الطريقه، راح نوريكم طريقه كيفاش طيبتها. هنا عندي 250 غرام من التونه، حبه بصل مفرومه، 55 غرام من لاشابلوغ، حبه بيض، زوز فصوص من الثوم، ملعقه من البابريكا او الفلفل الاحمر، ملعقه قهوه، ملعقه قهوه من الملح، زوج ملاعق كبار من البقدونس، ونص ملعقة قهوة من الفلفل الأسود. دونك بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. نضيف البصل المفروم، توابل الملح، الفلفل الأسود، البابريكا أو التحميرة أو الفلفل الأحمر. نضيف البقدونس، البقدونس حوالي 40 غرام. انا هنا خذيت زوز ملاعق اكل كبار، حطيتهم حسب التقريب 40 غرام. بطبيعة الحال نحط لكم كامل المقادير في صندوق الوصف. ثم فصوص الثوم، هنا على جنب باش نضيف لاشابلوغ. ثم نضيف التون، عفوا نحاول نفتو نحلو هكا مليح، منخليهوش مرصوات. ثم نضيف حبة البيض ونخلط جميع المكونات مع بعضهم مليح مليح. انا بطبيعة الحال راكم تشوفوا الماء مازلت كي غسلت يديا، لازم يديكم يكون نظاف بطبيعة الحال. ندخل المكونات الكل في بعضها مليح مليح، صدقوني الاكله هذه شهيه شهيه ولذيذه للغايه. انا باش نقليها في شويه زيت، اذا كان تحبوا تردوها صحيه اكثر تنجموا تعملوها في الفور، لكم الاختيار تحبوا تقليوها ولا طيبوها في الفور. دونك نخلط مليح مليح المكونات الكل مع بعضهم ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت خلطتها كاملة كما تشوفوا نتحصل على خليط متماسك يشد في بعضه كما شفتوا. كما شفتوا انا هنا بديت نشكل في الاقراص الكفتة متاعي كما هكا، تحبوا تعملوهم كبار، تحبوا تعملوهم صغار، تحبوا تعملوهم متوسطين، ما نصحكمش تعملوهم كبار باسكو شكلا ما يجيوش باهين، وكي تعملوهم متوسطين راهم يجيو باهين ومتحوفين على الاخر كيما هكا. حاولوا تقدوها الكعبة مليح مليح. تعطيوها شكل دائري. انا سبق لي وحطيت مقلة على الغاز فيها شوية زيت مش برشا، بس كما نحبهمش يجيوني شاربين الزيت. دونك كيما هكا نحطها على جنب، نكمل الباقي كل ونرجع لكم.
هنايا كيما قلت لكم حطيت مقلة زيت تحمى، بسم الله، جوست ياخذوا لون ذهبي برك، باسكو لي زانغريديون اللي فيهم الكل راهم طايبين، ما فماش حتى حاجه نية، جوست حطينا البيضه باش تعمل لنا لا ليزون و تشد لنا لاباط نتاعنا. دونك نخليهم يتقلاو يتحمروا ونخرجهم. كما شفتوا الوصفة كانت جد 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 سهلة وبسيطة، نتمنى انها تنال رضاكم واعجابكم. ما تنساوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكذلك تنضموا الى عائلة سوري سور لغاتو. الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم.